ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمود بسيوني، رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ. بعد التحية فندم، يعني قمة عربية صينية هي الأولى تشهدها العاصمة السعودية الرياض، كيف ترى أهمية تلك القمة؟ بالتأكيد احنا قدام قمة مهمة جدا وقوية جدا، وفي وقت حساس جدا العالم الآن بيموج بصراع ما بين الشرق والغرب، بنتابع تفاصيله يوميا، بنتأثر بيه. كل العالم النهارده بيتأثر بآثاره السلبية وبتبعاته اللي بتسبب أزمات اقتصادية وأزمات اجتماعية بتعاني منه كل دول العالم. النهارده عندنا قوة كبيرة بازغة لديها كثيرا من الأدوات اللي ربما العالم كله يسعى إلى التواصل معها، وهي دولة الصين بما تملكه من قدرات وبما تملكه من نفوذ سياسي عالمي. اليوم المنطقة العربية كلها بتقول إن هي ليست مرتهنة لأحد الأقطاب، ولكن هي بتبحث عن مصالحها زي أي قوة عظمى بتبحث عن مصالحها. هذه المصالح ربما تتلاقى مع الصين، ربما تتلاقى مع قوة دولية أخرى، ولكن تبقى المصالح العربية هي الأساس في الحركة وهي الأساس في تحرك الدول العربية. يعني تحدثنا من هذه الزاوية وهو التوجه العربي تجاه الصين، ولكن كيف ترى توجه الصين أيضا مرة أخرى تجاه الدول العربية والتعاون والاستثمار والتنمية مرة أخرى؟ بالتأكيد الصين عندها علم بما تملكه هذه المنطقة من ثروات ضخمة، بما تملكه هذه المنطقة من نفوذ ضخم في منطقة مهمة من العالم. ربما لدينا مشروعات محققة زي طريق الحرير، تبحث الصين عن تسويق وتبحث عن علاقات عربية أقوى، خاصة مع الاتجاه نحو الانتشار والاتجاه نحو زيادة الاستثمارات والاتجاه نحو زيادة الخبرات الصينية لملء الفراغات السياسية التي ربما تثبتها ابتعاد قوى أخرى عن المنطقة. تأكيد مهم جدا على أهمية منطقة الشرق الأوسط وعلى أهميتها بالنسبة للقوى العظمى البازغة وبالنسبة للقوى العظمى الموجودة، ما تملكه من مصادر للطاقة، مصادر للمواد الخام، كل هذه الأشياء تصور أن الصين تبحث عن هذه الشراكات من أجل تعزيز موقفها الاقتصادي وتعزيز موقفها السياسي. يعني خلال كلمة سيادة الرئيس السيسي كان هناك العديد من التأكيدات، ومن ضمنها أنه أكد على أن القمة العربية الصينية تدشن مرحلة جديدة من العلاقات، أو نقدر نقول أنها علاقات جديدة ما بين الجانبين بعد إطلاق المرحلة الأولى مع إنشاء منتدأ التعاون الصيني العربي عام 2004. إلى أي مدى ستعزز القمة مستوى التعاون في إطار المنتدأ؟ بالتأكيد هذه القمة ستعطي دفعة كبيرة جدا للعلاقات العربية الصينية، للعلاقات المصرية الصينية. بالتأكيد التقدير الكبير اللي قدمه النهاردة الرئيس الصيني للرئيس عبد الفتاح السيسي بيعكس لأي مدى نجاح السياسة الخارجية المصرية ونجاحها في إيصال ما تقوم به مصر من تحركات إيجابية على الصعيد الدولي، رغبة مصر في إحلال السلام، رغبة مصر في أن تكون هي بوابة أي قوة تتجه بها إلى أفريقيا والاستثمار في أفريقيا. ربما النجاح الكبير الذي حققته مصر في تنظيم كوب 27 بيدي انطباع إلى أي مدى مصر تستطيع أن تدير الخلافات ما بين القوى العظمى، تستطيع أن تؤسس لمنهج عالمي جديد ربما تستلهم فيه كثيرا من أدوارها السابقة فيما يتعلق بأنها منطقة وسط، من نقطة تلاقي للعالم، نقطة تلاقي للحضارات وللثقافات، وبالتالي ربما تكون مصر هي المحطة الأوفر حظا أن تشهد اللقاء الصيني الأمريكي المرتقب. ربما النجاح اللي مصر حققته في كوب 27 يعطي هذا المنحة، لأنه بهذا اللقاء ربما كثيرا من الأزمات في العالم ربما أن تحل وأن تكون مصر هي أرض هذا الحل السياسي ويعني نقطة الإطفاء للحرائق التي تتم بين الشرق والغرب اليوم. فأتصور أنه ما قاله السيد الرئيس وما صرح به عبر عن ما تشعر به كل دول العالم النامي من تأثيرات سلبية بسبب الصراع الحاصل ما بين في روسيا وأوكرانيا، ومحاولات البعض أنه يستمر هذا الصراع دون أن ينتبه إلى التأثيرات السلبية المتعلقة بالاقتصاد، المتعلقة بزيادة الديون، المتعلقة بالتغيرات المناخية، المتعلقة بأشياء كثيرة تعاني النهاردة منها الدول النامية بسبب
ما يتم في العالم من صراعات. حديث السيد الرئيس اليوم اتصور انه وضع نقط الحروف ووضع العالم امام مسؤولياته. يجب الانتباه الى ما يحدث في الدول الناميه، يجب الانتباه الى الازمات التي تنشا والتي ربما بعض الدول لا تستطيع حلها بمفردها، يعني تبحث عن دعم دولي مهم جدا حتى نستطيع ان نخرج من هذه الأزمات خلال الفترة القادمة. بالفعل يعني كما ذكرت كان هناك العديد من التأكيدات خلال الكلمة، وستشهد أكيد مخرجات كثيرة لهذه القمة. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمود بسيوني، رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ.